السلام عليكم. دكتور سليل راوي جراح اخصائي اقدم في جراحه الاورام السرطانيه وجراحه الجهاز الهضمي. موضوعنا لهذا اليوم البواسير والخروج اللي يحتوي على دم وسرطان القولون. 90% من المرضى اللي يجون لنا مع دم مع الخروج او دم بدون الخروج هو عباره عن بواسير. لا ننسى 10% هم عباره عن اورام، اما بولبس بالقولون بالمستقيم او القولون، او عباره عن اورام سرطانيه. هذا لا ياخذنا بحد الاعتبار انه احنا نفكر اي دم مع الخروج هو عباره عن ورم سرطاني، بس بصوره عامه هذا يعطينا عباره عن ناقوس للتفكير انه يجب انه تحذو حذو يجب السكريننج المبكر لسرطان القولون. بصوره عامه اي شخص عمره فوق الخمسين اذا عنده اي نزف ويا القولون والخروج في هذه الحاله يجب انه يخضع الى كولونوسكوبي كامل، وخصوصا اذا كان احد في عائلته انه عنده سرطان قولون. بصوره عامه الصغار اعظمهم تكون بواسير، وخصوصا اذا كان عنده امساك بس ويكون معها فطر شرقي او ناسور، بس بصوره عامه يجب ان لا ننسى موضوع سرطان القولون وحتى عند الصغار. والله شافينا وشافيكم دكتور سليل راوي جراح اخصائي اقدم من جراحه الاورام السرطانيه من الولايات المتحده الامريكيه من روزفلت بارك.